باسكت 100% باسكت. نتائج التحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية، الجهوية والوطنية. كل نهار سبت مع عبد الله الحطاب على الحياة فام. مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا على 93 راديو الحياة فام، واللي يتابعوا فينا على الصفحة الخاصة للإذاعة، أو اللي يتابعوا فينا على www.الحياةفام.net. برنامج يجيكم كل نهار اثنين 100% باسكيت كما تعودتوا به، أخبار الرياضة الحينية والأخبار الوطنية، ذكور وإناث في كرة السلة. ونعود نذكر بالبرنامج ودليل البرنامج اليوم من 8 للعشرة متاع الليل، عودة للجولة الثالثة لمرحلة تفادي النزول كرة السلة. بعد قليل يكون معنا مدرب الشبيبة السيد حاتم مفتاح، كذلك الحديث على كرة السلة النسائية، وباش نسلطوا الضوء على كبريات الجوهرة الرياضية بابن خلاد وعديد الضيوف. بعد قليل عبر الهاتف رئيس الجمعية السيد حسين الحمروني ومدرب الكبريات السيد طارق الجنيني، واستضافة للعبة هديل مختار، وعودة لنهائي كرة السلة أكابر وكبريات. في البداية نرحب بالضيفة متاعي لعبة كبريات جوهرة رياضية بابن خلاد هديل مختار. مرحبا بك. مرحبا بك عايشك، مرسي بوغ لانفيتاسيون، يعطيك الصحة. مرحبا بك. الكرونيكور متاعنا القار يعود من جديد للتشكيلة الأساسية، مرحبا بك مرة أخرى مسلم. مرحبا بك عبد الله، ومرحبا بكافة مستمعي الحياة فام. اكيد شكرا لك، ان شاء الله تكون حصة خفيفة على مستمعنا الكرام، برشا جديد، برشا ثريات وعودة واخبار حصرية بالنسبة لكرة السلة. نبدأ بالاخبار الحينية بالنسبة لشبيبة القيروان اللي ينتظرها لقاء يوم الاربعاء، مقابلة مهمة جدا تجمع الشبيبة باتحاد الانصار، وفي صورة انتصار الشبيبة رسميا للاسف نقولوها رسميا ان الشبيبه تضمن البقاء. علاش قلنا للاسف؟ باعتبار شبيبه القيروان القادر نتاعو يلعب من اجل الادوار الاولى ولا تتويجات هذا الموسم، نقاط استفهام كبيره، صعوبات كبيره يمر بها فريق شبيبه القيروان. معنا في المباشر مدرب الشبيبه القيرواني سي حاتم مفتاح. مرحبا بك سي حاتم. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي حياه فهم. اكيد مرحبا بك مره اخرى سي حاتم، تعودنا بك وتعودت بينا كذلك، كنت حاضر معنا اكثر من مره في بلاتو الحياة فهم أخبار الشبيبة الرياضية القيروانية. آخر تحذيرات الشبيبة قبل المقابلة المهمة إن شاء الله نهار الأربعاء اللي باش تجمع الشبيبة باتحاد الأنصار 15. والله يا سي عبد الله، احنا بعد مباراة نجم حق كرة الكرم وصلنا تحذيرات بتاع الفريق حتى لآخر الأسبوع، كانت تحذيرات عادية جدا، ما كناش موجهين التحذيرات نتاعنا المباراة معينة أو الفريق معين. اليوم اخذنا راحة امبارح، واليوم رجعنا للتمارين، اليوم رجعنا بتحذيرات خاصة للمباراة هذه، مباراة اللي مش تكون يوم الاربعاء ضد اتحاد الانصار، مباراة مهمة جدا. انت تعرف مع العلم انه نحن ناقصين المحترف الامريكي اللي غادر الفريق لاسباب شخصية، وشفت اللي الفريق متاعنا قاعد يتطور من مقابل المقابل، وإن شاء الله نكونوا في الموعد ونحاولوا ننقذوا ما يمكن انقاذه ونمشيوا لبر الأمان بالفريق. صحيح حظنا السنة هذه أنه نلعب على تفادي النزول، لكن والله هو مش حظ، نحن الفريق لعب مرحلة البلاي أوف من الأول، هو النظام بتاع الجامعة التونسية كرة السلة خلات الفريق يلعب تفادي النزول، لأنه مرحلة البلاي أوف احنا تعديناها، ممكن كنا نتعديها السوبر بلاي أوف لو كان كان الفريق ما كناش دخلنا في المتاهات نتاع عدم الخلاص والفريق وقف مدة شهر واسبوع، فهمني؟ ومعناها فما حاجات اللي تتعداني انا وما نعرفهاش، جيت لقيتها موجودة، قاعدين نجتهد وقاعدين نحاولوا ننقذوا ما يمكن ننقذوا، ان شاء الله نعديوا الفريق لبر الامان. هو نقطة مهمة سي حاتم، توا رسمي مغادرة اللاعب الاجنبي كندل، فماش حلول على الاقل بالنسبه للاعبين الارتكاز، نعرفوا عن بالحسن الشيحي كذلك احمد بن سعيد، لكن يبقى ديما اللاعب الاجنبي عنده وزنه في الفريق. صحيح كلامك يا سي عبد الله، لكن احنا بالنسبه لنا ما بدناش نقف على الفريق، ما يقفش على لاعب واحد. صحيح مش نلعبوا ضد فريق اللي عنده محترفين اثنين، احنا مش نحاولوا نوظفوا اللاعبين نتاعنا حسب الامكانيات نتاع الفريق، مش نحاولوا نوظفوا المكان الشاغل هذاك نحطوا فيه لاعب ثاني اللي هو
نجم يسد الفراغ هذا. ما يمنعش ما نجموش نكتبوا على رواحنا اللي هو اللاعب الاجنبي عنده وزنه في الفريق فهمت، لكن ما يلزمناش ناخذوا زاد. وحتى الستيل نتاع الفريق يلزمو يتبدل تو، ما عادش معناها باش نعاودوا على اللاعب الاجنبي، ممكن نبدلوا نغيروا طريقه اللعب نتاعنا اللي نجموا نتفاداو النقص هذا نتاع اللاعب الاجنبي بطريقته بطرق ثانيه وبحلول ثانيه. انا عندي ثقه كبيره في اللاعبين نتاعنا اللي الفريق ما يقفش على حتى لعب، وشفته حتى مباراه حق الواد ما لعبش برشا اللاعب الاجنبي، لعب شويه. وعندنا اللاعب فراس بن جيمة موجود ينجم يسد الفراغ، عندنا زاد وليدات صغار ممكن نحاولوا نشاركوا لعبوا اثنين اخرين. وبالنسبه للاعبين نتاعنا الاخرين كيما الشاحي وبن سعيد حتى عبيد نجم يلعب، حتى عبيد وصل يلعب مراكز الكل فهمتني. اما ما يلزمناش ناخذوا كهو، هذاك هو الموجود. احنا قاعدين نلقاو كل مره نلقاو صعوبات ونحاولوا نتفاداو الصعوبات هذه باش نتعداو المراحل الصعبه هذه ونعديو الفريق الى بر الامام. هو اللقاء الاخير الجماعه الشبيبه بنجم حلق الواد والانتصار العريض خلى يعني الجمهور سعيد جدا، خاصة باللاعب يوسف جواحد اللي قدم مستوى متميز جدا. فرصة أخرى لجماهير الشبيبة باش تكون حاضرة بأعداد غفيرة، يعني يعرفوا الناس الكل أنه مقابلة مهمة، الانتصار يساوي البقاء. في البداية قبل ما نخدموا معك سي حاتم، طمنا على الرصيد البشري، هل أنه فما إصابات أو يعني تعافي جميع اللاعبين من مخالفات الإصابات الأخيرة؟ لا لا الحمد لله الفريق كامل موجود. انا جيت المره اللي فاتت وكانت عندنا اصابات بالنسبه للاعبين الشبان، يوسف جواحد صحيح لعب بروز في المباراه، وزيد لما جيت المباراه اللي فاتت كنت جيت قبل المباراه وبعد المباراه كنت نطالب بحضور جماهيري غفير. الحقيقه ما جاش جمهور كبير، احنا المره هذه نعاودوا نطالبوا بجمهور كبير، لانه تعرف انا قلت لك راه المدرب بتاع الفريق هو الجمهور صراحه، خاصه في قيروان احنا اللاعبين بتاعنا في قيروان يلعبوا الا بالجمهور، يعني سيت اون موتيفاسيون معناها سيت ان بلوس لهم هما، ويحسوا رواحهم معناها يلعبوا لك الجمهور هذاك مش يلعبوا لرواحهم هما. معناها كي تشوف اللاعب في الملعب يلعب يحب يفرهد الجمهور اللي جاي يتفرج، مش يلعب لي هو انه يحب يلعب بس كده. دونك يلزمو يفهم الجمهور نتاعنا ويلزمو يجي ويشجع الفريق، خاصة في المباراة هذي لازم يجيب كل قوة، لازم يشجع الفريق. وحتى من جامعة تونسية كرة العطاطا تقريبا في حدود 1050 متفرج ينجموا يحضروا المباراة، يعني زيادة عدد الجماهير، هذه فرصة ما يلزمناش نخليوها، لازم نستغلوها، ولازم نبينوا احنا الفريق نتاعنا عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، ولازم نبينوا اللاعبين نتاعنا راهو في مستوى المسؤولية وقت اللي يطلب منهم الشيء هذا. واضح. شكرا لك سي حاتم مفتاح مدرب الشبيبة الرياضية القيروانية، نتمنوا كل التوفيق بالنسبة لفريق الشبيبة القيروانية اللي تشجمه، مقابلة مهمة جدا نهار الأربعاء أمام اتحاد الأنصار مسلم، لقاء مهم جدا. نذكر بالترتيب، يعني ثلاثة في المركز الأول شبيبة القيروان، داليا الرياضية بجرومباليا، شبيبة المنازة ب 11 نقطة، ثم ثلاثي يتجمع في المركز الأخير النادي الإفريقي نجم حلق الواد اتحاد الأنصار ب 10 نقاط، يعني ما بين الأول والأخراني فما يعني نقطة مقابلة برك. إي صحيح عبد الله. الترتيب كما قاعدين نشاهدوا فيه. صحيح عبد الله، بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الأخر نقطة واحدة. يظهر لي المرة هذه تفدي النزول حسيته عنده شارم آخر، يعني برشا فرق كنا ننتظروها باش تكون في أول السلم نقاوها. يعني صارت لها شوية صعوبات باش تلقى الروبير متاعها، لأنه بصراحة ديما مرحلة التفادي النزول نعرفوه، يعني حتى في الكاركتير متاع اللاعب والطريقة متاع اللاعب تفرق كثير على المباريات البليوف والسوبر بليوف. يظهر لي كما قال سي حاتم، يعني بصراحة في ظل الظروف هذية مع غياب اللاعب الأجنبي اللي مش خلي بلاصة على الشبيبة، يظهر لي ما خيرش يعني انه الناس كل تكون يد واحده، الاولاد الكل يعطيو 1000% من المجهودات نتاعهم باش نعوضوا النقص نتاع كندل اللي هو كما نعرفوا الناس كل عنده البوا نتاعو في الاكيب. وانا متاكد ثقه في ربي وثقه كبيره في الاولاد وكيفه الاطار الفني باش ان شاء الله نهار الاربعاء
نتطمنوا رسميا على فرع كرة السلة وعلى الشبيبة باش تبقى ضمن الكبار إن شاء الله. هو نقطة مهمة مسلم، عرفش نقول لك مقابلة مهمة جدا، أنه مدرب اتحاد الأنصار سيمونس فانينو يعرف الشبيبة، يعني الملاعبين الكل تدربوا عند سيمونس، بيعرف نقاط القوة نقاط الضعف الشبيبة، ذاك علاش الجمهور لازم يكون أي. يعني أعداد كبيرة، ولازم نلقاو الحلول خاصة في المركز هذاك. أي صحيح، بالتوفيق لسيمونس على رأس الفريق. صحيح سيمونس يعرف كل كبيرة وصغيرة على الشبيبة، أما المباراة شكون عندها الحقيقة متاعها، يظهر لي احنا في صالتنا كما قال سي حاتم لازم دعوه كبيره لجمهور الشبيبه، لان مباراه مهمه باش نكملوا بقيه السيزون مرتاحين، لازم الناس كلها تعاون كما قلت، يعني اللاعبين في الميدان، الاطار الفني الاداري، الجماهير الكل تتلف باش نكملوا المباراه ونكملوا السيزون يعني باريحيه. كما قلت نداء من المكان هذا باش جمهور الشبيبه يعني كما عودنا يكون حاضر ويدز مع الفريق، لانه هو اللاعب رقم واحد خاصه في سالتنا يعني في ميداننا، معروف جمهور الشبيبه يعاون الفريق ويدز مع الاولاد ان شاء الله. هو اكيد من الحاجات الايجابيه انه في مرحله تفادي نزول الشبيبه ما تنهزمش في قاعتها، يعني كل المقابلات انتصرت فيهم شبيبه القروان، ممكن العامل اللي باش يساعد الشبيبه هو الانتصار خارج الميدان ضد اتحاد الانصار، هذاك علاش سهل الماموريه بعمليه حسابيه في صوره انتصار الشبيبه على اتحاد الانصار رسميا يضمن البقاء قبل زوج جولات باعتبار الشبيبه باش تتحول قاعه الريانه باش تواجه شبيبه المنازل ثم تستقبل النادي الافريقي، ربما الانتصار خارج الديار سهل على الورق المقابله ان شاء الله. فتمنياتنا للشبيبه بتحقيق نتيجه ايجابيه في قاعه عزيز ميلاد بالقروان. هذا بالنسبة لملف الشبيبة الرياضية القرنية، إن شاء الله بعد قليل باش نحكيو على كرة السلة النسائية وتسليط الضوء على الجوهرة الرياضية بابن خلاد، كبريات الفريق اللي قدم مستوى كبير جدا مع بداية الموسم، باش نحكيو بأكثر تفاصيل مع اللعبة لعبة المستقبل إن شاء الله هادي المختار، انتظروا هذا الاسم بصراحة وبعد نحكيه أكثر في الحصة، وباش نستقبلوا عبر الهاتف بعد قليل لرئيس الجمعية السيد حسين الحمروني وكذلك مدرب كبريات طارق الجني. لكن قبل هذا نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجعوا للبلاتو 100% باسكت 100% باسكت للعشرة متاع الليل برنامج 100% باسكت، كما تعودتوا بيه باش نحكيه على كرة السلة سواء ذكور أو إناث. حكينا في الجزء الأول على شبيبة القيروان والتحضيرات مع مدرب الشبيبة السيد حاتم مفتاح، لقاء مهم مرتقب بالنسبة للشبيبة أمام اتحاد الأنصار نهار الأربعاء في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان. حاليا باش نحكيو على كرة السلة النسائية، المرة هذه باش نحكيو على كبريات الجوهرة الرياضية بابن خلاد، هذا الفريق اللي قدم موسم محترم ممتاز جدا، يعني تو نحكيو بعد ان شاء الله ناخذوا اكثر تفاصيل على الكبريات الجوهره. مره اخرى نرحب بك هادي المختار لاعبه الجوهره ذي بابن خلاد، قبل هذا باش نرحبوا برئيس الجمعيه السيد حسين الحمروني، مرحبا بك سي حسين. اهلا بك، اهلا بك وعلى السلامة ومرحبا بك هادي. عاشك، مرحبا بك سي حسين رئيس جمعية النسائية للجوهرة بابن خلاد، أكيد موسم خلينا نقوله ناجح باعتبار الصعوبات المالية، ونعرفوا أنه الصعوبات اللي مريتوا بها يعني تتدربوا في مكان وتلعبوا في مكان، والفريق تبارك الله يعني أغلب الفريق معدل العمر نتاعهم ما بين 18 19 20 سنة كي نحسبوا المعدل. صحيح، هو احنا أغلب اللاعبات نتاعنا من صنف المستويات وعلى رأسهم اللعبة هذه، يمكن هي أحسن لعبة في السنة على مستوى الجمعية وحتى على مستوى الرابطة الثانية أو رابطة البيئة كيف ما يسمى في الباسكت. بناتنا صغار اللي كما قلت أنت صعوبات كبيرة عندنا، أنه حتى في التيران تاعنا ما عادش النجم باش ترانو. الحمد لله لقينا الصالة تاع غرومبيري ومشكور رئيس بلدية بني خلاد ورئيس بلدية غرومبيري، عملنا معنا الموسم استثنائي ممتاز جدا. قدمنا فيه على مستوى خاصة الوسطيات، وصلنا نصف نهائي كأس تونس، وبعد ترشحنا بلاي اوف في الكبريات، والبنات كلهم كما قلت لك في الأعمار نتاعهم أعمار الوسطيات.
حاجه باهيه سنة ان شاء الله نكملوا عليها ونبنيوا بحول الله. هو الاعمار سي حسين يعني بالنسبه للوسطيات يلعبوا مع صنف الكبريات، هو الترشح في مرحله اولى لمرحله التتويج عباره تتويج في حد ذاته. هي هو بصراحه احنا كبدينا سنة احنا من عملنا ولبدينا الخدمه مع وسام، وعلى اساس انه عامين ثلاث سنين باش نلعبوا على الصعود. ولكن كي خلينا نقولوا الثمار جاء على بكري شوي. ربحنا حمام لنف، لقى روحنا رابحين القروان على الرتور، ترشحنا في المرتبه الثالثه للبلاي اوف، وكانت هي حاجه باهيه للبنات وحاجه باهيه للبلاد. على الاقل خرجنا ماكر ركود نتاع السنوات اللي في الباسكيت، كان عندنا ركود كبير. خاطر للامانه الباسكيت في ابن خالد قبل كان خير برشا من العشريه هذه الاخرى. ولكن توا احنا رجعنا الاشعاع نتاعها بالبنات الصغار هذوما، وان شاء الله المستقبل نتاعهم باش يكون احسن من الماضي بحول الله. هو الحاجه الباهيه سي حسين اللي لاحظناها انه في قاعه جرومبيلا لاحظنا انه الجمهور متوافد برشا، يعني ولا مغروم بالفتيات خاصه في الوسطيات او الكبريات. وفما مقابله نتذكروها انه انتم لعبتوا حتى باربعه في وسط التيران وربحتوا فريق نادي حمل الانف بفضل الجمهور كان متواجد بعدد كبير. هو صحيح بصراحه الجمهور سنا كان هو الدعم رقم واحد للجمعيه. وكما قلت لك احنا بدات الخدمه مع وسام، ومن بعد كملت مع ستارك، وكان العمل نتاعهم خلينا نقولوا متكامل برشا. البنات ولاو يحسوا في روحهم انهم هما قادرين، كل طفله وقت اللي خرجت لنا، خاطر احنا عندنا ليفكتيف ريدوي برشا، عندنا اشكاليه في ميخالات وقت تشوف هذه البحذاك انه تاخذ الباب تمشي تقرا في القران، تقرا في سوسه، تقرا في تونس العاصمه، ما عادش نجم تقرا في المجموعه اللي انت معناها قادر باش ترانا فرد وقت وانها تكون مجموعه حاضره. خرجنا سانك فوت، قعدوا اربع بنات، كل طفله عطات ما عندها. انت شوف في الدومي فينال احنا لعبنا، خلينا نقول لك جرادان معبي، ما عندنا حتى بلاصه فارغه، يمكن اول مره في تاريخ الجمعيه. هذا كله ان شاء الله احنا نحبوا نبنيوا عليه. نحب نشكر خاصه بصراحه البنات السنه ضحاوا معنا برشا. الطفله تشق فطرها وتخرج ديريكت باش تمشي لسارة قرومبيلا، تروح مؤخر. بصراحه ضحاوا معنا برشا. حاجه كبيره يعطيهم الصحه بصراحه. هو سي حسين ابرز الصعوبات، خلينا باش العباد تعرف على الاقل الصعوبات اللي قاعدين تواجهوا فيها خاصه الموسم هذا. هو بصراحه ديما الصعوبات اللي خلينا نقولها للباسكيت او للهوند، اللعبه هذيا لازم تكون في قاعه. مستحيل انك تنجم تجاري جمعيات عندها قاعه وعندها اثنين وعندها ثلاثه. احنا كيف لعبنا ديمي فينال مع صفاقس عندها خمسه ولا سته قاعات. احنا خلينا نقول لك احنا ما لقيناش الظله نتاعنا في الصاله نتاع قرومبيلا، نقعدوا بالشهر وبالشهرين ما نترناوش. جات الفتره نتاع رمضان الاخرانيه الفتره اللي احنا مترشحين فيها للبلاي اوف وربع نهائي كاس تونس في الوسطيات. الطقس كان امطار، ربي عطانا خيره، ما نجمش باش نترناو. يعني بصراحه هما فما زوز حاجات كبار اللي هي القاعه، ان شاء الله الوزاره تكلفت لنا، وعندنا الصعوبات الماليه. يمكن الصعوبات الماليه نجموا معناها نتحايلوا عليها شوي، ولكن على مستوى القاعه لازم تضافر الجهود، لازم الناس الكل توقف باش نعملوا قاعه، خاطر كي نعملوا قاعه كل شيء يسهل علينا بحول الله. ان شاء الله نتمنوا التوفيق بالنسبه للجوهر هذه بابن خلاد. هل انه في الموسم القادم فماشي هكا استراتيجيه جديده، فماشي طموح الموسم القادم بالكش الفريق يعني يتم فما تعزيز الرصيد البشري نلقاو الجمعيه في القسم الوطني؟ هو بصراحه ان شاء الله احنا مع نهايه الموسم قعدنا كهيئه مدير، ونحب نشكر الناس اللي معايا في الهيئه، الحقيقه الناس برو، ناس رزان، ناس عارفه كيفاش تخدم، كيفاش تبدل برشا صعوبات سنا وبرشا عراقي، مجموعه احنا متلاحمه برشا. قعدنا جوست بعد نهايه العام وقلنا شنو باش نعملوا العام الجاي؟ منطو يا اما باش نكملوا على اللي بنيناه، والا نرجعوا لك الركود اللي كنا فيه كما قلت لكم مره الاولى. فهمنا واتفقنا ان شاء الله باش نحاولوا ندعموا الرصيد البشري بمعناها ثلاث عناصر. ان شاء الله عندنا طفله نعيمه انت معناها بنتنا من قرومبيلا مسلفينا للهلال نرجعها، نشوف على ثلاثة أربعة أخرين، وعلاش لا؟ يعني احنا كان السنة يمكن كانت عندنا نعيمة أو واحدة أخرى معنا كنا نجموا نطلعوا. تشوف معناها المستوى اللي وصلنا له، خاصة هديل البحذاك أو رنيم،
وصلوا الى التوب نتاعهم. انا في انا نفكر هذه في ماتش قروان مركات 24 نقطه وراني 22، يعني عندنا مستوى باهي. بناتنا بصراحه مستوى باهي، كيف نطعموهم بثلاثه او اربع ثلاث فتيات قادرين العام الجاي باش ننافسوا على الصعود ونطلعوا، مش حتى ننافسوا، يعني نجم نكونوا في المرتبه الاولى ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق للجمعيه. شكرا لك. في الختام سي حسين، شنو الميساج اللي تحب توصله وعلى شكون تحب تسال؟ والله ساعة في أول حاجة نحب نقول مبروك للجمعية النسائية بدار شعبان على الصعود، مالها الجمعية في المنطقة نتاعنا. كذلك نحب نقول مبروك للأمل الرياضي للوطن القبلي للحصول على كأس تونس، وإن شاء الله دوبلي. هذا كله شيء يكون في صالح الجمعية وفي صالح المنطقة. علاش لا باش يكون العام الجاي التعامل مع دار شعبان أو مع الجمعية أو الأمل الرياضي بالوطن القبلي ويدعمونا بتفلة ولا اثنين، وهكاك نزيدوا نقوى احنا، وان شاء الله العام الجاي نقولوا صعود، وان شاء الله النجاح لبنتي هذه بحذاك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك سي حسين الحمروني رئيس جمعيه الجوره الرياضيه ببني خلاد. هديل اكيد مره اخرى، هديل مختار لاعبه جوره الرياضيه ببني خلاد، مره اخرى مرحبا بك في راديو الحياه تفا. مرحبا بك سي عبد الله الحطاب، عايشك اللي استضفتني وميرسي على الانتباه. باش نبداو، برشا اكتشفوا هديل من مقابله جمعيه بني خلاد وجماعه الحصري بالقيروان وال24 نقطه اللي سجلتهم انت في المقابله ذيك، يعني تميز كبير بشهاده الجميع. واكتشفوا برشا عباد اللي الصنف نتاعك هو صنف وسطيات ثم نلقاوك في الكبريات. اول ظهور ليك هديل مع الصنف الكبريات وقتاش؟ فانا مقابل والله اون فيت توانا عندي هذا عامي الثاني مع الكبريات. بديت عم ناول مع مسيو وسام، هو اللي انكادريني وكل سنة، بدلونا الكوتش، كملنا على الخدمة، وهذا عامي الثاني، معناها ما عنديش برشا اكسبيريونس. كي بديت خايفة من الأول ومعناها طيب كثي. شكون اكتشفت من الأول هذه؟ والله مسوي سام، كي بديت معاه وكل قال لي راك انت كابابل وكل شيء، وزيدني هكا في الموتيفاسيون ويعطيه الصحة. لقيت فرق ما بين التمارين مع الكبريات والوسطيات ولا كيف؟ فما فرق؟ فما شوية فرق، أما هما معناها برسك البنات نتاع الوسطيات نفس نتاع الكبريات، جوست يزيدونا ثلاثة بنات ولا أربعة بنات كبار. ما نفسه معنا البنات هذوك الافكتيف نفسه ونفس النيفو مقابلة كبريات كيما الوسطيات ولا لا؟ لا فما فرق بالطبيعة. مش كيما انا في الوسطيات نلعب بوست 1، مش كيما في الكبريات نبدل بوست 3 ولا 2، معناها تبدل الخدمة و معناها مش كيف كيف تبدل برشا. وحتى الفرق اللي لعبتولهم ما عندهمش فكرة على هذيل، هذاك علاش لقيت أكثر راحة أنت في المقابلات اللي لعبتهم وتمكنت من التسجيل يعني تقريبا كل مقابل بمعدل 18 نقطة. تو قراوا لك ألف حساب باعتبار أن المقابلات الأخيرة عديت يعني مقابلات ممتازة، خاصة أمام دار شعبان الفاري، أمام جمعية الحصري بني خالد ونادي حمام الأنف. أيه ديجا لعبنا هنا معناها مع القروين، أنا ديجا نترينا معاهم معناها بحكم قرايتي، يعرفوني معناها وكل، ديجا حاطوا لي أمهم في الماتش نتاعهم. اما احنا معنا سيستم وخدمه وكل تجاوزناها الحاجه هذيك، وما حملنا زاد كيف كيف، اما جاريو نورمال معناها. وكيفاش تاقلمت هذيل انه انت اول عام تقرا يعني بعيد على العائله، تقرا في قروان، واكيد انه التدريبات والمقابلات يعني تقرا لنا تتدرب يعني مع فريق، ونهار المقابله ترى مع فريقك اكيد فما صعوبات. اي فما صعوبات برشا زاده، اما معناها انا بديت من الاول. مشيت حكيت معناها مع الكوتش نتاع قروان، قلت له راهو نلعب انا مع بني خلاد وكل، نجمش نترنا عندك معناها، خاطر وصلت ساعات نلعب ماتش ويبدا عندي معناها جمعتين ما ترانيتش ولا ثلاثه جمعات، معناها صعيبه حتى فيزيكمون تتعب. كهو دخلتني عطاها الصحه، نوجه لها شكر. كهو ترينيت معهم دو سيونس ترو سيونس بار سيمين، وكروح في الويكاند لبني خالد وقتها نترينا اون سيونس مع اصحابي وكل، مش كافيه جمله. وكهو ندخل نلعب ماتش وساعات نكملهم 40 مينوت كهو الحمد لله. وكيفاش وافقت؟ ونعرفوا الصعوبات الكبيره ما بين الدراسه والتمارين، نعرفوا انه
خاصة مع نهاية الموسم أكيد الدراسة تقرأ لنا بديتوا تعديوا في الإكزامانات ونلقاوك يعني تعدي دوار تمشي تترين تمشي تلعب مقابلة أكيد مش تلقى راحتك وأكيد أي لعبة مش تفقد التوازن نتاعها. خلينا نقولوا أني أنت ما زلت محافظة ديجا كنا نحكيه بمعدل 18-20 نقطة في عمرك أنت صنف وسطيات تلقى روحك في الكبريات وشاركت يعني ماراثون كبير تشارك تلعب نهار السبت مع الكبريات وساعات في البطولة نقاوك في الوسطيات ولعبت حتى في الكأس الدورة الربع نهائي ماراثون كبير هذا ما أثرش عليك ولا أثر عليها الحق تعبت برشا ساعات نوصل معناها نروح نهار الجمعة العشية بدأ من غدا السبت عندي ماتش معناها ما بقى ناخذ نترينا مع البنات وانا لازم هكا نتلموا ديما معناها باش نعرفوا الخدمه نعرفوا رواحنا بوستواتنا وكل ما عملناش هكاك ساعات حتى فوسط نبداو فوسط اللعبه نبداو هكا وقتها فوسط الماتش معناها نبدا هكا نتفاهموا في بعضنا كيفاش الخدمه وكل وجريناها وبحكم الكوتش نتاعنا زاد عاوننا على الاخر عطيه الصحه وعطينا ما تشويت بهين وربحنا وخسرنا زادة. المقابلة اللي تبقى لك في البال هي المقابلة اللي تبقى لك في البال مقابلة نتاع شونتوني غادي أنا وفيت 3 بوان رمضان وماشي نصايمين ووصلنا ريكاريكي كمان حاجة باهية على الاخر خسرنا خسارة في خسارة وانا كنا نجمو نربحو نجم يضمننا نجمو نطلع معناها اما لا غالب فما مقابلة أخرى زادة اللي وصلتوا باربعة تلعبوا وكيفاش ربحتوا كنتوا خاسرين زادة قعدتوا باربعة وبعد في الأخرى اللي رجعتوا في المباراة وربحتوا أي ماتش حمام لنف في جرومباليا بحكم الإفكتيف ناقص خرجوا بنات بسانك فوت داخل الماتش كاتريام كارتون صرنا نلعبوا بأربعة بنات كانوا ربحين 5 بوان لي 6 بوان رجعنا عليهم شدينا ديفونس خدمنا عطينا الكوتش خدمة معناها سبيسيال خدمناها ماركينا رجعنا في السكور وفتنا وربحنا الحمد لله 4 بوان ديكار مسلم بما انك قبل كنت دربت يعني كانت عندك تجربة فتيات قبل اكيد فما فرق ما بين الفتيان والفتيات وفما فرق تلقى لعبة يعني صنف وسطيات تلقى روحها مع الكبريات وفما اللي ما يتأقلمش فيسع يعني كيما نشوف في عمرها هي تأقلم فيسع من الميور يعني الموجودين خاصة تقريبا يعني في مقابلة تسجل من 20 نقطة فما فارق اي صحيح عبد الله فما فارق يعني بين الفتيات والفتيان في كرة السلة هي وهي نفس كرة السلة يعني ما شوية لي كونديسيون في الاولاد فافورابل شوية على لي كونديسيون في البنات كما كانت تحكي هي معناها فما دي زوبستاكل يعرضوا للطفلة كيما قرايتها كيما ليزونجاجمون نتاعها بعد ما معناها تبدا تلعب وتقرا ولا تقرا معناها في بلاصة مش نفس البلاصة اللي تلعب فيها لهنا حاجة باهية يعني سيرتو توا السوق نتاع البنات ما عادش فما معناها فما جيل جديد نتاع بنات طالعين اللي نشوفوا خاطر في البطولة نتاعنا البرو اف الكبريات يعني فما اللي كبار شوية في العمر ما زالوا ياخذوا في الفرصه نتاعهم علاش على خاطر معناها ما فماش دي جون طالعين باش ياخذوا باش ياخذوا معناها البلايص نتاع الكبار هذم يعطيها الصحه هي كما كنت تحكي انت يعني حسب الاحصائيات اللي حكيت عليهم انت يعني بهيك نشوفوا لعبه بعيده على الفريق نتاعها وترينا في معدل حصه وحصتين حصه وحصتين تهز الفريق وتاخذ مسؤوليه في وقت مراقات حاجه باهية وحاجه تعاونك احنا باش نتابعوا هذا الفيديو يعني خاص به هي ابرز اللقطات خاصه النقاط اللي سجلتها شوف يعني المسافات الكل كما قاعدين نتابعوا هذه المختار لعبه الجمعيه النسائيه جوهره بابني خليت كما قاعدين نشاهدوا هنا حتى الجمهور اللي تقريبا في كل المقابلات متواجد عدد كبيرة برشا يعني كل الكرات تمر عليها يعني في الدفاع في الهجوم ونسقت اللعب صحيح والله الحاجة اللي لاحظتها ترافير الفيديو هذم أهم شيء أنه كومباتيف تحسها في التراه يعني تلعب جارحة شوية نقول احنا اللي هي حاجة مهمة برشا في الكاركتير متاع جوز ولا جوار تلعب يعني تأقل ما بين المركز 2 ومركز 3 عندها يعني الادريس يعني الشوت بي تعرف البوست هذه تستحق السرعة هي توكل عليها معنا فما شفنا دي كونتر اتاك جريت فيهم شفنا كي تكون وحدة خالية من رقابة تطلع تصوب يعني تسجل
فما يعني قدرات اللي نشوفها مع تزيد تتسقل علاش ليه ان شاء الله يكون فما مستقبل كبير لا هي ولا صحابها. الاسيست كان تركز مسلم الاسيست نتاعها يعني تعطي ان كونتر ان يعني مع السله يعني كيما قاعدين نشاهدوا الادريس نتاعها من الكورنر تسجل يعني ثلاثيات تتوغل درايف تضرب على هذه الحاجه صحيح هذه الحاجه البي اكسبلوزيف يعني في اللعب نتاعها مش شكل بطيئه يعني كيما قلت يعني الخصال الموجوده واللي نشوف فيها قدامي تتماشى مع الموقع نتاعها تبارك الله معناها الدرايف نتاعها افيكاس يعني الدرايف تحسها تسجل ولا تجيب الاخطاء وهذه الموتيفاسيون بالعكس تلقى روحها في عمر هذا تلعب مع الكبريات يعني حاجه باهيه تشجعها باش تخليها تزيد تتدرب اكثر تزيد يعني تبذل اكثر مجهود باش كل واحد يكون عنده اوبجيكتيف ان شاء الله ينجم يوصل له حاجه واحده الخدمه والصبر هما الحاجات اللي يخليه العبد ينجم يوصل للاوبجيكتيف نتاعو. وهذا هذيك كما قاعدين كنا نشاهدوا لانه هذا الكل يعني في التمارين يعني اكيد نعرفوا انه ساعه ونص ولا ساعتين غير كافيين وانت بما انك تقرا وما تدربش معهم اكثر يعني كما قاعدين نشاهدوا الفيديو هذا اي واحد شخص عادي ما يقولكش اللي مش قاعده تتدرب معاهم هل انه يعني فما حصص يعني اخرى تقوم بها انت ولا غادي تتدرب وحدك خاطر نعرفوا لعبه المنسق شفنا تو يعني تسجل من القايع الكل تعمل اسيست تدخل تلعب مع اصحابك وفي عمرك انت خلينا نقولوا حاجه باهيه برشا عندك مستقبل. تفضل عائشه. والله مش حصص معناها بيرسونيل معناها وحدي ما نمشيش معناها ما عنديش وقت وتخسر اعطيني معناها حتى نترنى مع اصحابي البنات شنو نفهمهم وكل معناها حدني معناها حد نمشيو نترنوا في ساعه الجرومباليا نخدموا خدمتنا هنا في القروين معناها ديما قرايه ما نخرجش معناها نمشي نترنى وحدي كاو معناها ما فماش حاجه زايده معناها على الانترينمون يعني بمعدل قداش من حصه مع بني خليل؟ والله معدل الحصه يمكن في الجمعه كي نروح في الويكاند نروح الجمعه نروحوا جمعه عشيه واحنا نترنى معناها مثلا في الليل نمشي في الليل ومغدا يبدا عندنا ماتش ولا حاجه نلعب معناها عشتوا الماراثون هذا الله يعين المدرب يعني بالحق تلقى روحك جمعه كامله تدرب في الفريق ناقص وتستغل الحصة الأخرانية اللي هي نقولوا احنا باش تحط فيها كل شيء مع الستريس نتاع الرزنامة مع المباريات يعني كل مباراة والحقيقة نتاعها انت والفاز هذا مش كما الفاز الأولى كما الفاز الأخرى يعني بصراحة واللاعبات هما بيدهم معناه تبدا فما فاتيك تصورها معناها تبدا فما اون ديبلاسمون بعد تخلط وتروح اسافوار وراها اونترينمون وستريس وبرشا حاجات معناها المدرب يتعب واللاعبه تتعب ولا غالب هذيك الظروف نتاعنا يعني لازم يعطيهم الصحه الناس اللي قاعده تصبر وتضحي وهذاك كيفاش لازم تصير الامور على غالب يعني لازم شويه تضحيات فماش حاجه تجي بالسهل. وهذا بعد باش نكتشفوه مع مدرب كبريات سي طارق القنيب باش حكينا على اهم الصعوبات اللي كنت تحكي فيها انت مستقبل هذا نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجع مواصلين في البلاتو 100% باسكت 100% باسكت 58 بعد الثمانية مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج 100% باسكت اكيد كرة السلة كنا نحكيو منذ قليل على الجوهرة الذي بابن خالد الكبريات مع رئيس الجمعية السيد حسين الحمروني وكذلك اللعبة الواعدة لجوهرة الذي بابن خالد هديل مختار حكينا على كرة السلة والصعوبات اللي تمر بها خاصة أنها تدريبات في القروين ثم المقابلات تلعبهم مع الفريق متاحة وشفنا أنه المدرب يلقى عديد الصعوبات خاصة في تحضير الفريق مع قلة الرصيد البشري معنا في المباشر مدرب كبريات الجوهرة الرياضية بابن خلاد سيد طارق القنيني مرحبا بك سيد طارق مرحبا أخويا مرحبا سي عبد الله مرحبا كيف مستمعي حياتي فيه أكيد مرحبا بك مرة أخرى مدرب الجوهرة الرياضية بابن خلاد موسم متميز للجوهرة رغم الصعوبات الكبيرة سواء المالية أو على المستوى التدريبات بما نعرفوا أنه تتدربوا في مكان ثم تلعبوا في مكان آخر مع قلة الرصيد البشري وأغلب الفريق يعني من صنف الوسطيات والكبريات لأنه الفريق قدم مستوى متميز جدا آخر الموسم صحيح
صحيح سي عبد الله. والله انا اول تعاقد مع الجوهره الرياضيه اللي خليت كان اتفاق مع المدير هو تكوين انويو انا باش يكون قادر على المراهن على الصعود ولا عاد بنديه مع الانديه الاخرى. معناها احنا كنا كانت عندنا دو فولي، فولي نخدموا فيه لا فورماسيون نتاع لي جوار وكان فما دي ريزولتا مرحبا. معناها بالنسبه للتدريبات كانت كل كما تفهمنا كان تكوين اللاعبات معناها ترافاي دي فوندامونتو معناها خدمه انديفيديوال كوليكتيف. بون النتائج كانت مشجعه وجاتنا الفرص باش ننتصروا في قاعه جرومباليا وخارج القواعد. صحيح لي زوبجيكتيف نجم تقول تبدلوا شويه، معناها كنا لا فورماسيون ولات نحاول باش نحققوا الصعود، ما جاش الصعود. احنا ديجا احنا نبنيو على قدره ربي كما كان سيد الرئيس يحكي على العام الجاي. معناها لا فورماسيون هي ديما الاساس بالنسبه للجوهره ولي ريزولتا ان شاء الله. معناها كيما نقولوا بعد تدعيم الفريق واكثر خدمه في وسط السيزون ان شاء الله تكون نتائج خير من هكا شويه. هو ان شاء الله النتائج تكون احسن، بما انه تشاطرني الراي كوتش انه الفريق لقى صعوبات كبيره. كما انه تصور انت اذا كان تتدرب في مكان ثم تلعب المقابل في مكان اخر، رصيد البشري يعني ما يتوفرش للمدرب، وكما لعبه يعني لعبه خلينا نقولوا مفتاح الفريق تكون يعني اسبوع كامل يعني خلينا نقولوا هي تقرا في ولايه ثم تجي تدرب معاكم ليله المقابله، اكيد تبعثر شويه ورق المدرب. صحيح صحيح والله المشكله نتاع الايفكتيف موجوده ديما. معناها ما تعرف انت القرايه نتاعهم البنات مش كيما اولاد كيما اولاد كيما بنات. معناها القرايه والمرواحه مخر وزيد اون بلوس معناها فما دي كونترانت اللي هما الانفراستركتور نتاع التيران اللي احنا معناها ديجا احنا تو متوقفين على التدريبات بغض النظر عن نهايه الموسم، ولكن اضطراريا لانه معناها فما اشغال بالملعب. معناها احنا ماناش نحكموا في رواحنا، معناها موجودين ترى ساعات مطر تصب ساعات ريح ساعات طقس بارد، اوني اوبليجي باش نشوفوا نلقاو سيونس في سالت جرومباليا. ماك تعرف سالت جرومباليا فيها حتى اختصاصات، ما نجموش نلقاو دي سيونس، نضطروا باش نتوقفوا على التدريبات. هذا بالنسبة للجمعية كاملة. معناها نجيو للجواز معناها بالنسبة للطفلة نصلي يعني بها هديل. أنا فرحان بها برشا عرنطمون اللي تعمل فيه. كنت نجم تعمل خير من هكا برشا. بيسك هي تقرأ في قروين معناها وتحضر لنا سيونس واحدة. والسيونس انا نعرف كيفاش تجي، تحاول بيجي بكري باش تحاول تخطى السيونس اونترينمون بيسك روح من القروين بكري شويه قاعده تضحي. احنا انا نعاونوا فيها شويه بشويه، نخلطوا لها لي سيستيم كيفاش تخدم، نحاولوا نفسروا لها، نحاولوا نركزوا معاها في السيونس هذيك باش اوموا تكون مع المجموعه و قدرة ربي معناها نحاولوا نجموا نتجاوزوهم لي كونترانت هذوما. كوتش بعد نهايه الموسم عملتوش اجتماع، قعدتش مع الهيئه المديره لتوش تسطروا الموسم القادم، حطيتوش النقاط بالنسبه اذا كان الهدف هو الصعود للقسم الوطني فمش تعزيز بالنسبه لاعبات تعزز صفوف الفريق، بما انه الموسم هذا كنت قراب خلينا نقوله من الصعود. صحيح صحيح. والله انا العلاقه اللي تربطني بسيد الرئيس هو علاقه صديق. احنا نقعدوا برشا مع بعضنا، نحكيوا برشا في التليفون مع بعضنا، ومعناها ديما الديسكسيون هذوما ديما موجودين. معناها مش حتى نستناو حتى لاخر السيزون. احنا ديجا ديما نحكيوا على الرونفورسمون تاع ليكيب، نحكيوا على المسار كيفاش نحاولوا نتجاوزوها نتاع الانفراستركتور نتاع التيران نتاع لي زونترينمون نتاع ليفكتيف. بالنسبه للسيزون جاي بقدره الله فما اتفاق مبدئي مع الهيئه المديره وانه فما رونفورسمون تاع كيلكو جوز. العمل القاعدي باش يقعد موجود
بالنسبه للجوارات اللي اصغر معناها الجونيور ولا الديزيام اني كادات باش تقعد لي فوندامونتو موجودين، الخدمه لي باز موجوده. بالنسبه للكبريات الخدمه صحيح تفرق معناها تكتيكمون واحد وكل تفرق، مي باش نحاولوا احنا افيك الرونفورسمون تاع كيلك جوز باش نلعبوا الادوار الاولى بقدره الله. وشو احنا شفنا معناها بالنيفو تاعنا هذا بالافكتيف تاعنا هذا بالمصاعب هذه وصلنا معناها رانو لاخر لحظه لاخر ماتش راحنا على الصعود وصلنا لعبنا معناها نصف نهائي في الوسطيات، خسرنا مع فريق كبير معناها مع سي اس اس وقدمنا مباراه طيبه معناها معناها علاش ليه نأمنوا بحظوظنا وعلاش ليه ما نكونوش احنا سنة باركو لدار شعبان اللي ضمنت الصعود، علاش ما نكونوش احنا السيزون الجاي بقدرة ربي احنا متوجين بالصعود. ان شاء الله لما ليه التوفيق للجولة هذه بابن خالد. في الختام سي طارق شنو الميساج تحب توصله للسلط واخيرا على شكون تحب تسال؟ انا نحب نبارك زميلي يوسف بالتأهل بالصعود القسم الوطني دار شعبان وكلمة للسلط نحاولوا معناها تلهيوا بينا أكثر شوية، راهو البنات هذوما راهم قاعدين يضحيوا وكما نقولوا ندزوا معهم شوية بقدرة ربي يفرحونا في بني خليل. بالله سامحني لحظة نحب نشكر الجمهور نتاع بني خليل، جمهور بني خليل اللي وقف معانا في المباريات الحاسمة وقف مع البنات وشجع وكان سند إيجابي بالرسمي للفريق اللي إن شاء الله نعدوه بقدرة ربي نحاول نفرحوه أكثر من هكايا وبقدرة ربي ما يروحش نهار هكايا مكسور الخاطر كيما نقولها في ماتش ولا. اوكي شكرا لك سي طارق على المداخله مدرب كبريات الجوره هذه بابن خليل. اكيد هذه كنت تسمع في المدرب سي طارق الجنيني. تحيه زاده خلينا نقولوا للنائبه الفريق مدام اميره نويره اللي واقفه معكم ومضحيه وديما تتابع فيكم. اي معنا مسؤولين مدام اميره مدام وفاء مسيو غسان يعطيهم الصحة ديما معانا ديما يشجعوا فينا يمشيوا معانا للديبلاسمون الكل يتلهاو بينا يعطيهم الصحة. وتقريبا نائبة الفريق في كل ديبلاسمون في كل مقابلة نلقاوها متواجدة يعني قاعدة تتابع فيكم في المقابلات الكل، شفنا في قروان في دار شعبان في جمال في البلايص الكل متواجدة معاكم ويعني سند كبير حتى من الناحية النفسية. ايه سند نفسي على الاخر ديما معانا يعطيهم الصحة. نوجه لهم شكر كبير برشا. زاد معنا اعلامي ديما يصور فينا حمزه ليه المكلف بالاعلام تقريبا قليل وين نلقاو يعني فريق كبريات اناث نلقاو مكلف بالاعلام للجمعيه يكون متواجد في المقابلات الكل ويحضر ويصور ويعمل دي مونتاج. تحيه ليه هو يعني الفيديو مونتاج حمزه نويره اللي قام بالتصوير هذا ذاك علاش استغناه في البلاتو نتاعنا اليوم. تحيه ليه وحاجه باهيه برشا حتى تشجع عليكم انتم. اي والله واحد يشوف هكا فيديوهات وكل يزيد يتشجع برشا موتيفاسيون يعطيهم الصحه وتستغلوهم حتى انتم حتى في الفيزيوناج تعاودوا تتفرجوا حتى على المقابلات نتاعكم باش حتى الاخطاء اللي عملتوها في المقابله تتجاوزوها نهار اخر. اي هكاك اون فيت نشوفوا الاخطاء نتاعنا ونصلحوهم وكاو. تحية زادة كبيرة برشا خلينا نسميه باش ما يتغشوش علينا يعني أصحابك الكل نورس كذلك رنيم شيمة ملكة آية مرام زهور ياسمين الكل هذوما أماني أسماء رانيا هذوما الكل باش ما يتغشوش علينا اللي يعني كانوا معاكم في الفريق طيلة الموسم. بكري الرئيس الجمعية أثنى على المردود رنيم يعني في 22 نقطة في مقابلة حصري بالقيروان تقريبا 46 نقطه مسلم تقسموها زوز لعبات يعني رانيم 22 نقطه وهذه 24 نقطه اللي هو صعب جدا خلينا نقولوا انه تلقى زوز لعبات من المقابله فات تقريبا 62 مقابل 48 من 62 نقطه 46 نقطه تقسموها زوز. صحيح يعطيهم الصحه معناها حسب
تسمع احصائيات كما هكا يعني تحس نقولوا احنا دو فالور سور في في الافكتيف في وسط ليكيب، حاجه باهيه باش تخلي يعني الكوتش عنده دي جوز كلي في التيران اللي هما يلقاو له معناها سوليسيون واللي نجموا يتحملوا المسؤوليه وعبء نتاع نتاع المقابله. يعطيهم الصحة، يظهر لي هذه حاجة به يعني في عمر كما هكا في مستوى يعني أكبر، حاجة به تخليهم باش يزيدوا أكثر موتيفاسيون باش يخدموا ويحاولوا معني يطوروا من رواحهم باش في السنوات المقبلة تكون يعني فما يعني بوادر خير وترجع بالفائدة لهم هم والجمعيتهم. نستسمحك مسلم، حان الآن رفع صلاة العشاء حسب مدينة القيروان وما جاورها، ثم نرجع كذلك 100% باسكت 100% باسكت. 19 دقيقة بعد التسعة، مستمعينا الكرام مازلنا مواصلين حتى للعشرة متاع الليل برنامج 100% باسكت. أكيد اللي قاعدين يتابعوا فينا قاعدين يتفاعلوا معنا في الحصة، حكينا على الشبيبة الرياضية القيروانية والتحضيرات للمقابلة الهامة، حكينا كذلك على الجوهرة الرياضية بابني خلاد، تداخل رئيس الجمعية ومدرب كبريت الفريق، وكذلك نذكر حاضرة معنا لاعبة جوهرة الذي بابني خليت هديل المختار. أكيد هديل عندك طموحات نهار آخر؟ كيبدها مغروم والله، إن شاء الله نحب نزيد نخدم على روحي ونزيد نقوي روحي إن شاء الله، علاش ليه ليكيب ناسيونال، علاش مش إيكيب أخرى معنا تنتدبني، مش حكايتك هيك معنا إن شاء الله بالخدمة. لو أنت قلت حاجة تو مش تغشش، تو رئيس الجمعية مش تغشش مدرب مش تغشش الجمهور كل، علاش كنت تنتدبوني؟ علاش ما ممكن في بني خلاد تمشي للمنتخب الوطني التونسي وتعطي الساعة لبني خلاد، واللي ما ليه من بعد نجم حتى تشوف طموحاتك الأكثر؟ اي ساعة أول حاجة ليكيب متاعي ومن بعد يجيوا هذوكم أنا من بعد كان فما علاش ليه. وفي المقام الأول أكيد أي طموح لاعب أو لاعب هو المنتخب الوطني التونسي، وأكيد إن شاء الله بما أنه أول موسم ليك مع الكبريات يعني ظهرت وبرزت الموسم هذا، أكيد فما متابعين قاعدين يتابعوا فيك إن شاء الله، لما لا نتمنى لك التوفيق ولما لا تكون مع صفوف كبريات المنتخب الوطني التونسي. ذاك علاش خاطر المنتخب بدأ التشبيب، يعني شفنا بعض الأسماء اللي صعدت في صفوف المنتخب الوطني التونسي، لما لا يكون الاسم هدي المختار في الموسم القادم أو أول دعوة رسمية تكون في المنتخب الوطني التونسي. راهو مسلم مش بالضروره يكون يعني لعبه في القسم الوطني ايه باش نسلط الضوء عليهم باش تمشي لعبه المنتخب، حتى في القسم الوطني بي لاحظنا وشفنا انه بعض الفتيات نجم تكون تلعب حتى في المنتخب هذه الاسماء. لا لا صحيح، ماهوش قاعده يعني انه اوبليجي الجواز ولا الجوار ما يمشي من الكيب ناسيونال كان يكون يلعب في البرو اه ولا في كيب يعني في الا عادي، يعني فما برشا مواهب وفما برشا يعني دي جوز اللي تنجم تبني عليهم من هاريخ، تنجم يكونوا مفرقين يعني طلقة معناها كلكو جوز ولا جوار في يعني الفرق متاع القسم الثاني. وأكيد كما قلت يعني طموح أي لاعب ولا أي شخص يعني يمثل يعني المنتخب في التظاهرات الإقليمية والدولية حاجة باهية وحاجة يعني مهمة في كارير اللاعب. وهي حاجة باهية مسلم، أنه خلينا نقول نبدلوا العقلية حتى القسم الوطني بي كما شفنا في كرة القدم، فما لجنة تمشي تتبع يعني حتى المراقبين اللي يجيوا يتبعوا الرياضات هذه واللاعبات واللاعبين حتى باش ينجموا يقفوا حتى على المستوى نتاعهم. قاعدين نشاهدوا انه تقريبا القسم الوطني المقابلات اللي تتعدى يعني التلفازين كان في الادوار النهائية، وشفنا انه بقيت البطولة ما تعداش يعني في التلفزة حتى اللعبة باش تتشجع ولا الاسبونسور ولا حتى باش يلقاو مورد مالي باش تطلق، وشفنا في القسم الوطني بي رغم ذلك انه فما لاعبات يقدموا في مستويات كبيرة، وشفنا بعض اللي متواجدين في اصناف وسطياتنا قوام في الكبريات وهما تقريبا كيما هوا على سبيل المثال هذه 24 نقطة تقريبا كل مقابلة تسجل ما بين 20 و 24 نقطة، العمر نتاعها صغير لعبة شابة، وماذا بينا نشجعهم علاش خلينا ما يكون نسلطوش الضوء، وهو اعلاميين خلينا نقولوا الرياضة هذيا ناقصة دعم خاصة من الاعلام من قبل، هذاك علاش فرصة وحاجة باهية انه بديناها حتى في اذاعة الحياة فهم هذا الموسم باش نبداو يعني نحكيو على الرياضة هذي على سميناها 100% باسكيت باش نسلطوا الضوء على الرياضات خاصة اناث وذكور، ونسلطوا الضوء على اكثر من جمعية في تونس بخلاف يعني جهة القيروان، شوفوا شمال الوسط الجنوب كل مرة نمشيو للجهات، وهي حاجة باهية برشا باش ننهضوا بالرياضة.
والله يعطيك الصحة عبد الله. صحيح هذول اللي البرنامج الأول اللي يتطرق لكل إشكاليات وكل يعني خصوصيات كرة السلة النسائية وكرة السلة يعني رجال. بصراحة إعلاميا كرة السلة بصفة عامة يعني الموسم هذا تتسمى احنا نحكيه حتى على الفروقاء يعني كانت زادة بعض مباريات تتعدى يعني في المباشر. السنة هذه لاحظنا بالنسبة للبرؤاء خذيت يعني حقها في التلفزة يعني حاجة باهية لكرة السلة وحاجة إيجابية بالنسبة للبنات. يعني بصراحة كرة السلة النسائية كما قلت أنت يعني عندهم مباراة واحدة في الموسم اللي هي نهائي الكأس اللي يتعدى يعني في التلفزة حاجة يعني تقلق الباهية خطر التلفزة ولا تويتي هكا مباراة مهمة تتعدى تكون منقولة حتى على موقع الجامعة ولا حاجة يعني تموتيفي للجوار ولا الجوز باش تخلي يعني يعطي أكثر يفور باش الناس اللي مسؤولة على المنتخبات الوطنية ولا الجهوية تشوف يعني ساعات راهو بالنسبة للسيليكسيونور ما نعرفش كيفاش تكون الخدمة أما فما شوية يعني من صعوبات خليني نقول باش ما نقولش معناها حاجة أخرى صعوبات لأنه متأكد أنا ما هوش قاعدين يغطيه في الفرق الكل ولا في اللاعبين الكل الموجودين لأنه ساعات نجم تلقى راهو كما قلت أنت عبد الله فما مواهب اللي تكون في نوادي اللي ممكن تلعب في تفادي النزول ممكن تلعب في الدرجة الثانية يعني هذوما الكل حاجات مهمة للجانب الإعلامي في الرياضة بصفة عامة نسائية ولا يعني الرجال مهمة. إن شاء الله المنبر هذا الحياة فهم يكون طالع خير على كرة السلة بصفة عامة التونسية وعلاش ليه إن شاء الله في الأعوام القادمة نوليو نشوفه يعني كرة السلة تاخذ حيز إعلامي اللي خلاها باش تقدم وتنافس الرياضات الأولى كما كرة القدم إن شاء الله وخاصة في الشبان ذيك علاش باش نحكيه على الملف الشبان ولو أنا مش نطرق الملف الشبان في حصص قادمة بما أنك أنت حاضر معنا مسلم أكيد مرة أخرى حكينا على الشبان خاصة المقابلات أدوار والتمهيدية والمترشح في كل مجموعة يترشح لدور نصف النهائي باش ناخذوا أكثر تفاصيل على مجموعة الشبيبة الرياضية القيروانية والتواريخ اللي تحينت وخاصة أول مقابلة وقتاش بتلعبوها هل أنه نظام المجموعات هل أنه كل أسبوع كل تلاتين تلعبوا مقابلة باش حتى جمهور الشبيبة يتابع يعني أخبار صغر الشبيبة أو وسط الشبيبة اللي ما زالوا يدربوا إلى الآن. يعطيك الصحة عبد الله بالله قبل ما نجي للسؤال متاعك نحب فما حاجة نحب نقولها وفما نحب نترحم على شخص عزيز برشا على القراوة الكل عزيز برشا على جمهور الشبيبة وعزيز على برشا ناس اللي هو المحب المرحوم لطفي العبيدي نحب بالمناسبة ذي نحب نترحم عليه وإن شاء الله في جنات الفردوس وإن شاء الله ربي يرحمه هو وكل أحباء الشبيبة والناس اللي بالحق يعني لطفي خلى بصمة كبيرة خلى الناس تحبه كان كلمته يقولها كان يعني دافع بشراسة على الشبيبة ولا على جهة القروان بصفة عامة والرجال هذو ما عادش موجود منهم برشا إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. نجيو للموضوع الشبان والله بصراحة حاجة مهمة عبد الله نقاوة فما كما قلت أنت معناها الجانب الإعلامي بالنسبة للشبان هذوم اللي هما مستقبل متاع تونس واللي هما يعني خاصة فما مدارس اللي كل عام نسمعوا اسم جديد احنا تو مازلنا فيش الموسم مازلنا كنا نحكيه على الجيل تاع 96 و97 اللي فيه الأسامي اللي خرجتهم الشبيبة تو بكري نسمع فيك حكيت مع كوتش حاتم على يوسف جواحد وعلى العبودي وعلى يعني الجيل اللي مشيخه إن شاء الله المشعل في الأعوام القادمة حاجة بيك تشوف شبيبة يعني حتى كي يخرجوا منها ثلة من اللاعبين ما تقفش بصراحة نحب نوجه تحية للولاد الكل يعني الأصاغر والأواسط متاع الشبيبة القيروانية ودعم المنبر هذايا باش جمهور شبيبة ذواق في الكرة جمهور شبيبة اللي يتبع الصغيرات ويحب يشوف يعني اش فما واش ما فماش ففرصة به يعني انه قادمين على بلاي اوف باش يكونوا متواجدين معانا في المجموعة متاعنا فما كل من نادي رياضي الصفاقسي النجم الرياضي الساحلي وسبورتينغ مستير في المجموعة متاعنا يعني هذه اللي باش تكون مجموعة متاع البلاي اوف اللي باش تنطلق ان شاء الله
بعد اجتياز مناظرة البكالوريا، لأنه بصراحة تحط في الأول موعد اللي هو 22 ماي، بعد تغير لأنه فما امتحانات واللاعبين الكل في تونس كاملة، لاعبين ولا لاعبات باش يقوموا بمناظرة البكالوريا ولا الامتحانات العادية. إن شاء الله ربي ينجح الجميع. احنا كما قلت يعني المجموعه تنجم تحقر فيها حتى فريق، ولا كل فريق عنده حظوظ متاعه. هذا روحنا داخل في التكوين، ديما نرجع نحكيه على التكوين، لانه انا كي نشوف يوسف جا وحده، ولا نشوف يوسف العبودي، ولا خليل السجني، ولا فهد المكني، ولا يوسف الضيف اللي هو مازال عمره اواسط، يعني احنا نحكيه اللاعبين هذوما ولينا نحسبوهم كبار، اوركو هما مازال عمارهم يعني اواسط. مشكورة الناس اللي تعبت معاهم، اللي أعطت بصراحة. كانت فما مجموعة من المسيرين والمؤطرين اللي يخدموا جروب واحد، نحب نشكرهم المنبر هذا، الناس كل يعطيهم الصحة. بالنسبة لي اللي كنشوف لاعب صغير، أصغر لاعب مواليد 2004 يشارك في لقاء رسمي في البرو آ، هذا خير لي من تيتر، يعني هذه بصمة متاع الشبيبة، وهذه الحاجة تريز امبورتون. نرجع للنظام البطولة متاعنا باش يكون كما قلت، يعني مجموعة محترمة، فيها النجم الرياضي الساحلي، فيها النادي الرياضي الصفاقسي، فيها سبورتينغ مستير، مش كون كوميول، يعني كل مباراة أواسط وأصاغر مع بعضهم نفس الرصيد متاع النقاط، يلعبوا ثلاثة مقابلات ذهاب وثلاثة مقابلات إياب. الفريق اللي باش يلم أكثر عدد من نقاط هو اللي باش يتأهل للدور النصف النهائي. يظهر لي حاجة باهية، سنة مشكورة الجامعة انه السيزون طويلت، يعني هذه فرصة باش تخلي اللاعبين تتدرب، لانه بصراحة بالنسبة للشبان احسن وقت متاع التمرين هو الفترة اللي تكون فيها اللاعبين واللاعبات يعني تفاضاوا من القراية، من الضغط متاع القراية، يجيك يترانى عادي صباح وعشية اربع سوايع، اللي هو حاجة باهية انه السيزون هذه سنة طويلت. احنا كما قلت قاعدين نحضروا في الفتره دي، رغم اللي فما امتحانات، نعاود نوجه تحيه للاعبين الكل ماهوش مقصرين، باش ان شاء الله نعملوا بلاي اوف محترم. وعلاش ليه يعني الشباب ديما لازمها تكون في اي في اي في اي فتره من فترات الموسم تكون تعمل اداء به، ونشوفوا يعني حاجات به من وليداتنا يعني اللي هما مستقبل الفريق. والحاجه الباهيه وحسب الاخبار مسلم، انه لي جون الشبان الشباب القيروانيين بالنسبه للمدربين يعني الاجور نتاعهم خالصه، يعني كل شيء متوفر، وتحيه كبيره لسواجي العلويني اللي وفر كل شيء. برشا بعد ما تعرفش هلي الى حد لين شفنا مواسم سابقه انه ديما الشبان فما مشكله توفير الموارد الماليه، السنه شفنا انه كره السله خاصه في الشبان كل شيء متوفر وخالصين لاخر ملي. والله سبقتني انت عبد الله في النقطه هذه، كنت باش يعني نطرق لها وحدها، لانه خاطئه معني الفورمولا متاع الشامبيونا ولا الامور الفنيه كل، بس بصراحه استثناء يعني في ظروف صعيبه على الجمعيات الكل، في وقت يعني كما هكا اللي تكون الامور حساسه شويه، شفنا سواجي يعطيه الصحه ونحب نوجه له تحيه من المنبر هذا، ما قصرش يعني هو ولخيان اللي معاه، يعني الامور الماليه بصراحه كان دي بلاسمونات، كان يعني خلاص اجور المدربين، كان فما حاجات يعني اللي كما تعرف يعني عندنا بعض اللاعبين اللي عندهم نقايص في حاجات ما يقدروش عائلاتهم يوفروها لهم، كان هو يعني بصراحه بمثابه الاب في النقطه هذه، كان يعني ساعدهم، كان يعني بالنسبه للدواء ولا فما اي حاجه اي ظروف صعيبه يحتاجها اللاعب كان يوفرها. وفي نفس الوقت الاهم من هذا، كان يعني في جل حصص التمرين كان ديما موجود، ويحث في اللاعبين على يامنوا برواحهم، ويحث في اللاعبين يعني على الخدمه اكثر، ولانه بصراحه اللاعبين الموجودين توا بين اصاغر واواسط ان شاء الله في القريب العاجل باش يكون عندهم مستقبل باهي. فنادرا وين تلقاها يعني في الظروف الصعيبه ذي، انه الامور الماديه ماشيه شويه، صحيح فما صعوبات، ما سواجي معنا كما قلت ولخيان اللي معاه يعطيهم الصحة ما همش مقصرين في النقطة هذه، ونحب نشكرهم، وحاجة تفرح أكيد. إن شاء الله بالتوفيق للشبان الشبيبة الرياضية القيروانية. مازال جزء أخير باش نحكيو على نهائي الكبريات في كأس تونس بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي والنجم الرياضي الساحلي، لكن قبل هذا نمشي ونخرجوا الفاصل الغنائي ثم نرجعوا للبلاتو. 100% باسكت 100% باسكت. 37 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم من جديد في 100% باسكت،
في الجزء الأخير باش نحكيو على الدور النهائي كبريات الجماعة بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي وكبريات النجم الرياضي ساعلي في مقابلة مثيرة جدا ومشوقة. في الأخير الأمل اللي نجح في التتويج بالكأس بعد انتصاره على كبريات النجم الرياضي الساحلي 90-89 رغم المردود الكبير لفتيات النجم الرياضي الساحلي. هاو معنا في المباشر مدرب النجم الرياضي الساحلي سمير بودال. مرحبا بك. مرحبا بك يا عبدالله ومرحبا بكافة المستمعين. أكيد مرحبا بك سمير بودان، لاعب الشبيبة الرياضي القيروانية ومدرب الشبيبة سابقا ومدرب كبريات النجم الرياضي الساحلي. في البداية سمير، تجربة جديدة ولأول مرة يعني تدريب فتيات خاصة النجم الرياضي الساحلي، أكيد فما فرق ما بين تدرب الفتيان والفتيات. أكيد أكيد، ومش مفاجئك عبد الله، التجربة أصعب بكثير. تدريب الفتيات مهمة صعبة جدا والحقيقة مهمة شاقة لخطر كيفية التعامل وزاد حتى سور البلان فيزيك، الشارج فيزيك متاع البنات ماهوش نفسه متاع الأولاد، دونك تو اوبليجي معناها تسادابتي مع البنات حتى في طريقة المعاملة حتى في الكوميونيكاسيون، كل يختلف اختلاف كلي على تدريب الفتيان. دونك هي من الأول أنا الحقيقة ترددت في التجربة دي، علاش؟ خاطر إن بريمير بالنسبة لي، لكن بعد ما خذت غمار التجربة هذه عرفت لي التجربة دي ضافت لي ياسر، سورتو سور لو بلون كوميونيكاسيون، سور لو بلون معناها تكنيك فيزيك. دونك وشفت المردود معناها، خاطر خذيت الفريق، أنا خذيت الفريق ترى أون مارش معناها، خذيتوش وأنا معناها من أول موسم، لكن كي تقارن الفريق بأول الفترة اللي خيطوا فيها والمردود اللي وصلوا توا، معناها ثم تقدم كبير ياسر هذا بشهادة كل الفنيين نتاع كرة السلة، وأصبح الحقيقة النجم الساحلي سنة ونقولوا لا ليسونس نتاع دون نوفيل ايكيب ورقم صعب في كرة السلة النسائية. أكيد لاحظنا أنه تابعنا مقابلات فتيات النجم الرياضي الساحلي حتى في البطولة، نتائج متميزة جدا، وكنا شاهدنا لقاء الدور النهائي اللي بصراحة بداية قوية للفتيات 40-16، يعني اللحظات الأخيرة خاصة مع نهاية الفترة الثالثة التعادل 67-67، إلا أنه أخذ الفرق الأمل الرياضي بالوطن القبلي لأول مرة في الفترة الرابعة ثم رجعتم ثم نقطة بنقطة تسابق وتلاحق. ربما سمير تشاطرني رأي أنه ربما محدودية الرصيد البشري مع اللعبات الارتكاز اللي خلينا نقوله، فما زوز لعبات اللي تحصلوا على 4 أخطاء منذ بداية الفترة الثالثة، ما لقيتش أكثر حلول، وشفت يعني زوز اللي تألقوا ملاط مريم على ما يبدو مروة السيلي خاصة اللي سجلوا نقاط ممتازة جدا، ربما عامل الخبرة لفتيات الأمل الرياضي بالوطن القبلي اللي هو في الاخر يعني انتصر، لكن فتيات النجم الرياضي الساحلي اللي عداوا مقابله ممتازه جدا، ربما اذا كنت وفر لك انت بعض العناصر اصحاب الخبره ربما كنت انتصر بسهوله. صحيح صحيح عبد الله، تصديق لكلامك، راهو فريق النجم الساحلي راهو فريق جديد، معناها نقصوا منه 5 عناصر معناها من الفريق نتاع السنه الفارطه، معناها فريق جديد بصدد التكوين. الحقيقه عندي 5 ولا 6 ملاعبيه كيجيزال اللي عندهم مستوى محترم، لكن محدوديه الرصيد البشري هو وزيد الكابيتال فوت اللي كما حكيت تفضلت انت وقلت، معناها عدد الاخطاء اللي خذيناها اللي الحقيقه اعاقت الفريق وخليته معناها على مستوى الدفاع، معناها تنقص الفاعليه على مستوى الدفاع، وما تعرف انت كي تبدا بخمسه وسته ملاعبيه وتعرف كره السله عبد الله اللي تحب لها مردود بدني كبير، ما تنجمش كيف تطاتونير معناها 40 دقيقة بنفس المردود. دونك صار لنا انفليشيسمون سو لو بلان فيزيكي بار كونسيكون انفليشيسمون مونتال، وضيعنا برشا التركيز. وصحيح وفريق شاب اللي ما فيهوش ليدرشيب، ما فيهوش معناها اللاعبين عندهم خبرة كبيرة ولاعبين النهائيات، دونك بور جيري لي مومون كريتيك هذوكا، وفي الاخر الحقيقه اون با سو جيري معناها لي مومون كريتيك اللي هما عندهم مقترف الوطن القبلي، فريق معناها اللي يضم براتيكمون احسن لاعبين في احسن لاعبات في 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 كرة السلة النسائية، معناها رصيد بشري غزير، رصيد بشري ممتاز. دونك
هذا هو اللي صنع الفارق في الاخر شويه عام الخبره. لكن في الحقيقه عبد الله بالمقارنه مع اول الموسم انا فرحان ياسر بالبنات على المردود اللي قدموه الحقيقه، برشا جينيروزيتي، برشا في اللي فور، برشا ليغور، برشا كرون، برشا فولونتي، دونك عملوا اللي عليهم واكثر. وهني قلت لك هو ميلاد فريق جديد، وقلت ربي معنا المستقبل نتاع النجم الرياضي الساحلي خير من الحاضر نتاعو، مش يقدم معناها مردود، مش يكون رقم سبعة صعب في كرة السلة النسائية اللي بشهادة الجميع اللي شهد الدور النهائي واثناءه على المردود المتميز للنجم الرياضي الساحلي اللي 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 الحقيقة ما كانش اوتسايدر في أول عام. كان تسأل معناها المتابعين لكرة السلة النسائية تقول نجم الساحلي في الدور النهائي لكرة لكأس تونس كرة السلة في الرياض، معناها ممكن برشا ناس ما يصدقوك في يضحكوا عليك. هو لاحظنا حتى سمير في النهائي في الثواني الأخيرة الوقت المستقطع اللي خذيته وأنت خاصة في تسديد الزوز رمية حرة، شفنا كيفاش أنت توجهت للعبة قلت له يعني سجل الأولى ثم ضيع الثانية على الأقل الالتقاط وتعديل النتيجة، يعني من سوء الحظ سجلت الأولى والثانية كنت مش تضربها لكن تسجلت الثانية والامتلاك رجع للفريق المنافس. صحيح أنا مطلبت منها باش تسجل الأولى وسجلت الأولى، لكن الثانية حبت هي راهي تضيعها، ما تعرف كي الكورة تحب تسجلت الثانية مالوريزمون قعدوا 3 سكوند ونو بابا ما عادش نجموا نخلطوا. تعرف اللي انت الساعه لعبنا ضد فريق من عنده برشا لاعبات خبره، ضد فريق لعب ممكن اربع ولا خمسه نهائيات كاس، دونك عنده اللاعبين وعندهم الخبره وعندهم خبره المناسبات الكبيره هذه. بناتي الحقيقه اداوا اداء ممتاز ومتميز جدا الحقيقه بشات الجميع، عملوا معناها مقابله استثنائيه، بلعبوا على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم، لكن تعرف اللي فما الرميات الحره الامريكان يسميهم ماني ان بانك، فهمت؟ الرميات الحره ضيعنا 17 رميه حره معناها سابريز لور على الاكيب، دونك ضيع 17 رميه حره وخاسر نقطه. عبد الله تفهم انت وين تلعبت وين 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 المشكل. هو ذاك علاش في الاخر يعني اللي ضيع 17 رمي حر اكيد باش ينهزم. سمير هل انه يعني اكيد عندكم طموحات الموسم المقبل، هل انه يعني جلست مع الهيئه المديره، هل عندكم يعني اهداف الموسم المقبل، هل انه فما تعزيز للرصيد البشري؟ اكيد والله اكيد عبد الله، هما طلبوا مني الحقيقه ساعه. نحب نشكر مسؤولين نجم الرياضي الساحلي اللي وضعوا ثقه فيا واللي يحبوا مرة أخرى يجدوا الثقة فيا وحضروا لي العقد الحقيقة معناها عقد الحقيقة باهي ومحترم، دونك لقيت كان الاحترام، لقيت كان المعاملة الطيبة، لقيت كان عباد ساعات خاصة باش توفر ممهدات النجاح، لقيت مسؤولين دائمين التواجد مع الفريق في كل اللحظات في 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 غفرات وفي في في تميز، ومعناها الحقيقة عباد عطاتك قدرك وعباد احترمتك وعباد كبرت بيك، دونك حكينا باقتضاب معناها على المستقبل نتاع الفريق وعرفنا. وانا ما تعرف كاين بريمير ما كنتش نعرف معناها السيركوي نتاع الفتيات، تو عرفت وشفت الفريق الكل وشفت شنو هما اللاعبين اللي من شانهم باش يقدموا الاضافه للنجم الساحلي. اعطيت الاداره معناها شنو اللاعبين اللي نجموا يقدموا الاضافه ونجموا ينتقلوا بالفريق المستوى اكبر، دونك وفما مساعي توا باش معناها نحسنوا الزاد البشري. وقدرة ربي انا متفائل خير اللي النجم الرياضي الساحلي الفتيات من ابارتي من العام الجاي مش ينافس هو بشده على الالقاب. هو اكيد سمير خذيت فكره حتى على البطوله التونسيه وخذيت فكره على بعض الاسماء القادره على يعني باش تعطي يعني اضافه كبيره للفريق، واكيد يعني انت عندك بعض الاسماء اللي يعني اعطيتها للهيئه المديره وربما بديتوا على بكري باش نجموا تتواصلوا معاهم لما يكونوا في الموسم المقبل بيزيد نجم الساحلي. اكيد اكيد عندي فكر واعطيتهم بعض الاسماء اللي من شانها باش تعزز الرصيد البشري، معناها فما لاعبين معناها من فما جوار ديشون، فما لاعب تشتيكيز، دونك ما نجموش نذكر الاسماء توا على خاطر لما تكون المفاوضات الا المتقدمه ومع اللاعبات هذوما ما تعرف فما تنافس بين الفرق في استقطاب اللاعبات، دونك اعطيت للهيئه الاسماء اللي راها انا صالحه معناها باش تقدم الاضافه للفريق، والناس قاعدين عازم باش الحقيقه يوفروا كل ممهدات النجاح ويتلاقوا بالفريق هذايا اللي راهو فيه اللي ينجم يقدم معناها صوره طيبه على رياضه كره السله في الساحل
والخدمه مش تبدا على بكري، خاصه التحضيرات هما يحبوا التحضيرات تبدا على بكري. الفريق النجم الرياضي الساحلي ما يحبوش توقف معنا التمارين معنا لمده طويله، دونك ساعين الناس لكل الاطراف اداره مسؤولين الحقيقه حتى رئيس الجمعيه المسؤول المباشر رئيس الفرع اللي يخدم معنا سنة واللي قدم معنا خدمات جليله للفريق اللي هو سيد ماهر الحربي، معنا نشكره بالمناسبه. فالناس معنا عاقلين العزم باش يعديوا العام الجاي موسم استثنائي في سباق البطوله والكاس. في الختام سمير، ميساج تحب توصله ولا يعني على شكون تحب تسال؟ الحقيقه انا نحب نشكر الساعه تودابور الملاعبيه اللي الحقيقه ان سارتان مومون الواحد ذاك اللي برد على الباسكت شويه، تعاملت مع مجموعه متميزه جدا، اخلاق عاليه، عباد في المستوى، عباد حبت تخدم، عباد يسند الركبه، عباد ما حسبتش. دونك نحب نشكر الملاعبيه بصفه خاصه، نحب نشكر المسؤولين اللي وقفوا للفريق واللي امنوا به، وبيان سور جماهير نجم الرياضي الساحلي اللي اون بريمير قبل الحقيقه ما كانش عندهم شغف بكره السله جمله معناها تو ولاو يتلهوا يتبعوا في الفتيات ويتبعوهم لا ويلعبوا في الماتش في المقابلات ويحفزوهم. دونك تحيه كبيره لجماهير نجم الرياضي الساحلي على الدعم تاعهم المتناهي. شكرا لك. شكرا لك سمير بودان، مدرب كبريات النجم الرياضي الساحلي. اكيد تابعنا نفس كل الدور النهائي بين كبريات الامل الرياضي بالوطن القبلي وكبريات النجم الرياضي الساحلي، مقابله من طراز عالي جدا، انت 90-89. هذه اكيد شاهدت المباراه، شفنا مباراه كبيره برشا بين الفريقين، 90 نقطه مقابل 89. يعني خلينا نقولوا شفنا المقابلات الكل هذا الموسم، ما شفناش يعني في دور نهائي منذ سنوات أنه النتيجه توصل 90 مقابل 89 ومستوى متميز جدا. اي يعطيهم الصحة دوز ايكيبات، عطاهم عندهم لعبوا مالغري اللي كانوا ايكار معنا بعيد شوية، انا واحدة من الناس قلت لتوار باش تهزها، رجعت من بعد نابل وقعدوا بعضهم هكا ان بوان دو بوان، وفي الاخر ربحت نابل مالغري اللي عندهم بنات صغار معناها قد يوم اصغر مني. يعطيهم الصحة وان شاء الله يكون خير. مسلم اكيد تابعت المباراة، شفنا نيفو مستوى عالي جدا. اي صحيح بصراحه النهائي ذا فرجه ونهائي كان ممتاز، عندنا سنوات ما شفناش مباريات نسائيه يعني كره سله نسائيه بالمستوى هذا، حاجه باهي يعني تشوف السكور يوصل براتيكمون يعني معدل 90 نقطه في 40 دقيقه، كان فما تسابق وتلاحق يعني خذا النجم الاسبقيه في الفتره الاولى والثانيه، ومن بعد رجع الامل الرياضي بالوطن القبلي لنهنيوه بالمناسبه هذه بالتتويج، و وحظ اوفر ان شاء الله كوتش سمير اللي بصراحه خدم خدمه ممتازه، وشفنا مستوى يعني تصاعدي فما تطور كبير في مستوى النجم الرياضي الساحلي، رغم كما قلت يعني النجم الرياضي الساحلي خرجوا منه خمسة عناصر اللي هي مهمه وركائز الفريق، لكن رغم هذا ما تحسش النجم يعني خذا برشا وقت باش يعاود يرجع روحه، يعني كانت فيسع الإدارة خذت الشوال به بصراحة، والكوتش يعني ما قصرش يعني، فما سامي صغار طلعت أول مرة نسمعهم، لكن كتشوفهم يلعبوا نهائيات ويلعبوا مباريات في البطولة بالحجم هذا حاجة باهية، وللكرة السلة النسائية بصفة عامة وحاجة باهية ترجع الفائدة للمنتخب الوطني في السيدات إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق التونسية. مازال سباق البطولة يعني حاسم، أربعة يعني فرق اللي هي كل فريق عنده ما يقول في روحه، كما قلت لك يعني فاينل كان ممتاز بصراحة، تسابق وتلاحق وفي الأخر وفي يعني في الأخر الهجمات الأخرانية كما كنت تحكي أنت مع كوتش سمير، الرمية الحرة الثانية كانت باش تضيع يا أخي اللعبة يحاول ما تسجل، والله حبيت نقولها للكوتش سمير قبل ما ندخل معه، يعني هو اكيد ممكن كان يسمع فيا، صارت وقت الشبيبة والنادي الافريقي وقت عدد ثلاث اللي قال ضيع الثانية العاطف، يعني نفس الحاجة تكرر، يعني اللعبة اكيد حب تضيعها الكرة دخلت، اما كي نشوفوا كلوز جيم يعني اللعبة في الاخر وين وفات يعني في اللحظات الاخيره، حاجه باهي لكره السله النسائيه، وفي الاخر كي نشوفوا مستوى كيما هكا اكيد الناس الكل تكون فرحانه وهذاك نجاح للناس الكل. هذاك علاش الحاجه الباهيه انه تساهم في تطوير رياضه كره السله،
النجم الرياضي الساحلي رجع من بعيد، تطور كبير شفناه مع المدرب سمير بودن، وحاجة باهية أنه الفريق يخمم من توا يعني على بكري يرجع يدرب. وكما قال بعض الأسماء اللي طرحها على الرئيس الجمعية، ما حبش يقول الأسماء بتاع باعتبار أنه أكيد. بعض الفرق اللي باش تقوم بانتدابات. سؤال يطرح نفسه بعض من حبائي يعني كرة السلة، يقولك علاش في الرياضة النسائية كرة السلة ما فهمش لعب أجنبي في الفرق الكل؟ والله صحيح عبد الله، يعني في انا رايي الشخصي نتصور احسن قرار انه اللعبه، خاطر نجم تدخل لعبه محترفه للبطوله تاثر، مش تولي يعني الفرق الكل تخمم باش تستثمر تجيب لك يعني في الفاز بلاي اوف تجيب لك لعبه اجنبيه وهي اللي تبدل الملامح نتاع الفريق. احنا بالعكس اذا كان نحبوا نقفزوا بالمستوى نتاع المنتخب نتاعنا ونتاع كره السله النسائيه، هي سلاح ذو حدين، يعني اللاعبين نتاعنا باش يحتكوا بالاجانب ويا معاك، اما نعطيه فرصه للاعبات الطويل نتاعنا واللاعبات نتاعنا خير من في الوقت الراهن. يعني ممكن في السنوات القادمه يتحسن المستوى تولي فما يعني فرق تقارب مستوى البعض وكي نرجعوا اللعبه الاجنبيه حاجه باهيه. بالنسبه للنقطه نتاع اللي جبت عليها، يعني بصراحه يعني سمعت نجم الرياضي الساحلي حضر من توا الموسم المقبل، بصراحه حاجه يعني باهيه، وهذه هي كيفاش لازمها تكون الخدمه، ويعطيهم الصحه الناس كل هذه. يكون القانون استقطاب لعبه الاجنبيات في البطوله التونسيه، تصور انت في البوست بتاعك انت تجيك لعبه اجنبيه؟ اني كونتر الحق اكيد على كلمه تقول والله كي يلعبوا بناتنا وصحيته ويخدموا عليهم هما، معناها يكون خير، معناها تبدا تونسيه معناها خير من اللي تستقبل لعبه من برا. هذا رايك به. وصلنا للختام حصتنا، علاش كنت حاب تسلم هذه؟ والله بسلم على الجميع نتاعي، على ربي خليل، على الفامي نتاعي اللي تسبرتي فيها معناها في الباسكيت ودي بلاصتي معايا ساعات. يعطيهم الصحه الكوتش البريزيدون، يعطيهم الصحه الكل، يعطيكم الصحه انتم زاد سي عبد الله، ويعطيها الصحة زاد المديرة اللي خليتك تتواجد معنا، زاد تحية لها برشا. اي يعطيكم الصحة. كوتش والكرونيكور القاري نتاعنا سي مسلم شلوف، كلمة الختام. شكرا عبد الله على الاستضافة هذه، نحب ان شاء الله نتمنى التوفيق للحصة هذه اللي بالحق قاعدة تعمل في صدى باهي في كرة السلة. نحب نحيي العائلة الكل، يعني العائلة نتاعي الكل اللي يعرفوا مسلم شلوف الكل، ونتمنى التوفيق في مباراة نهار الأربعاء للشبيبة الرياضية القيروانية، وإن شاء الله يعني بعد ما توفى الغصرة متاع المباريات هذه إن شاء الله حتى الرجالات الموجودين توا من الهرم متاع الشبيبة يعني من رئيس الجمعية الناس الكل إنه نتلفوا وراء كرة السلة اللي راهي هي المنارة توا حاليا في الجمعية، والحاجة اللي تفرح الجمهور والحاجة اللي أقرب تدخلنا فرحة للبلاد. إن شاء الله الناس كل نقفوا وراء الفرعة ذاية، ونحب نسلم على الناس اللي تعرفني الكل. يعطيكم الصحة. شكرا لك. هكا وصلنا لنهاية حصتنا، شكر خاص لأيمن ليقة في الإخراج التقني، سهيل السامي في الإخراج الرقمي، عبد الله حطاب كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم، تصبح على خير الناس الكل. 100% باسكت، 100% باسكت، نتائج التحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية الجهوية والوطنية، كل نهار سبت مع عبدالله الحطاب على الحياة فام.